نور موزة، ايه الاخبار يا زميلي؟ خش على الشير يا رايق، خش على الشير اخرب الدنيا. نور موزة، كله تمام، كله كويس، كله حلو. حبيبي مؤمن، خش يا زميلي بسرعة، يلا اعمل شير 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 شير. طيب حبيبي موسى، طيب تعالى ايه، نظبط الدنيا ونشوف هنعمل ايه. الاكونت ده اكونت اللي مستريم بيه دلوقتي. طيب عليكم السلام، اسلام فرج. كوين و ايس الاتنين سبيد، ومعانا خمسة وستة الاتنين داوند. حبيبي محمد، حبيبي خش على الشير يا جدعان، الجزار يا جزار. اوبا، خمسة ستة سبعة، مش حلو ده كده. الفلاش بتاعنا راح مننا، الفلاش بتاعنا نرمي ولقينا على 100 ألف. طبعا هنجلي يعني، يا فارق اول جيم ده بيبقى فارق ده يعني. اول جيم ده بيبقى فار. برضو ماشي، ولا اتاخرت ولا حاجه يا عم، احنا لسه طالعين دلوقتي يعني، احنا لسه بنقوله ايه، هادي هات الزباين من الناحية دي، صح؟ مش احنا بنقول كده؟ okay let's say 100 مثلا. let's say then we'll week and generate. الجاي احسن، حصل الجاي احسن. الشير لسه، الشير لسه 22 يا جماعة. وبص على البايظ يعني، انتوا يعني فكروني تاني ما نطلعوش لايف بالليل كده، عشان انا ايه بحس اني بنام. They are all like cheats. هنلعب يا اسطى، انا لسه مخسرني، انا لسه مخسرني، انا لسه مخسرني. اه والله الناس فعلا بتنام بدري من البرد، احنا محتاجين ننام بدري في البرد ده. حابين احدى شرايه تانية يا ابني، خلينا نفرتكوا القبض بدري بدري. اقول لك ايه، خمس كراسي تجيش معايا سكة يا جدعان، وانتوا ما صدقتونيش. مش بقول لك انا فيها وان بير وفيها بلاك كلوفر، بس الوان بير بتاعنا تحت 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 تحت. كومنتك ظاهر اه يا سيوي، شوية سحلب ابو ديال الحنان. مينفعش يا زميلي، عندنا شغل ونيجي نقول معانا 3 اوف كايند، يعني معانا 3 اتنينات.
معانا 3 اتنينات. كون له ما تسكتلوش. فردة كينج، فردة كينج. تفتكر حاجة من دول ممكن تدبر واخدها في الهاوس؟ بس فيها فلاش كده. فيها فلاش، فيها فلاش. لم يكن يدري سامي أن فرحته لن تكتمل. فرحة مين دي؟ مش تكتمل. انت بقول لك فرحة مين مش تكتمل. طيب هن جنريت نظر اميونيتي. اقوى سهرة في السهرة. ايوه ايوه امال ايه؟ امال انت فاكر ايه؟ ده احنا بص احنا هيبقى طرب طرب طرب. ايه التمانية مليون دول؟ ايه التمانية مليون دول يا ناس؟ حدش ياخد ميدو وابني ويديني بداله مروحة. ما حدش ياخد ميدو وابني ويديني بداله مروحة. خلينا نفرتكوا القبض ان شاء الله. ما حد حوش ان شاء الله، ما حد حوش. العمى ارحم بكتير. يلا بينا. طبعا تعالى نختارنا نلعبوش على الترابيزة ام 5 كراسي تاني. It's not our type, it's not our religion. يلا بو. الخمسين دول ما يجوش عندي بالغلط مثلا. ده اللي ناقص والله، نتعبط في الاي دي بتاعنا. ده اللي ناقص. افتح يا ابني الموقع يا ابني، خلينا نشوف هو اكل عشت. خلينا نفكر الحياة. والنبي 7 و10. طب دي كروت اقابل بيها يعني، يعني دي كروت يعني. الله العظيم هاي الندى اللي فاتت 10 ده هو بقى ايه؟ احرق دمه ازاي؟ اروح منزل له جوز جاكيت كمان فاهم؟ بص بقى ال 10 تاتا لما تنزل الواحد يندم على الفول هاوس دلوقتي. طبعا هي فيها بلاك كلوفر وفيها ستريت، فيها فلاش يعني بلاك كلوفر وفيها ستريت، فيها غالبا راحة فلاش ولا كده. هفلص شو علينا دخلها توها بير تو بير تو بير. بنبيع ملايين، بنبيع ملايين، بنبيع ملايين. طبعا هتسألني على الرقم بتاع الواتساب، اقول لك يا سلام مفيش اسهل من رقم الواتساب بتاعنا. وده طبعا ليه؟ لان هو رقم واتساب فشيخ. طب ازاي فشيخ؟ ده سؤال برضو يعني هيعرف ازاي فشيخ. فانا اقول لك ايه بقى؟ اقول لك ان هو فشيخ ازاي؟ ان هو بيتحفظ بسرعة، حافظ بسرعة مش أي حد يحفظه. فرقم الواتساب هو يا اسطى انت بتقطني من دماغك، سقطك ليه يا جزار؟ انت ما ذاكرتش ولا ايه؟ خيو 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 010-215-42050 ده رقم الواتساب يا جماعة، تلاقوه في الكومنت اللي انا حاطه دلوقتي. قول ان يا جدع ما بنزعلوش على قفلة، احنا مالك في ايه؟ وامبير. هو ايه الحكايه يعني؟ ليه مفيش فلاشات يعني؟ ما بيجيليش فلاشات ليه؟ بلعب والله بلعب وبينزل على الارض فلاش بس مش ليا. ليه؟ ليه يعني؟ انا عايز جوز كناجي تانيين دلوقتي عشان اكسب 4 اوف كاين. احي احي احي. بس خلاص باظت باظت. لو انا عايزه مننا يا دنيا، عارف انت اللي يقول لك ليه دنيا الواحد بيعرس والناس شايفاه؟ هو ده ليه دنيا الواحد زري بشبش والناس بشبش. يلا بينا على نفس الترابيزه وهناخد حقنا. ابيض عليك يا حازم، منورنا يا زميلي.
و هابي نيو يير. اللي بعده زي ما عزيز الاخير نزل ما عادش فيه مكسب. انا معاك من الاول يا زميلي منورني، بس ما فيش حته مكسب دي يا جماعه. اتكلمنا في الحوار ده مليون مره يعني، تقريبا ما فيش لايف ما جبناش فيه سيره الموضوع ده. ما فيش حاجه اسمها احنا بنخسر، ما هو انت بتخسر دي يعني انا بكسب. ما هو محدش بيلعب غير انا وانت، انا ده اللي هو انا وانت ده اللي هو كل الناس اللي قدامي دي، فاهم قصدي يا عم؟ هو مش كل مره بتكسب، طب ما هنعمل ايه؟ طيب ومين بيكسب؟ بص 10 وكينج طبعا احنا ما بنزعلوش على قفله، فهنرمي على امل ايه؟ على امل ستريت. على امل الستريت جو بقت تو بير. طب كده مستنيين فرده كمان عشان يبقى فول هاوس، فطبعا كل الامال اتحطمت وقعت على الارض ديجيت وما نزلتش حاجه للفول هاوس، فكسبنا تو بير بالبركه كده انا وهو، اصلا كل واحد فينا معاه 10. باقي في بقك ايه بس؟ عيب عيب ايه ده اللي في بقه؟ 19 19 دي اللي هي ازاي يعني 19 دي؟ بص احنا هنديها حتة كول بمليون عادي خالص. فين الرجالة اللي معايا؟ فين يا عم الرجالة اللي معايا يا عم؟ انا زميلي نازل بحارب بطولي. سبعة وكينج برضو على البايظ، ما مش كروت قلب يا ربنا دي، فاحنا نقوم من على الترابيزة دي عشان مش حلو. انا اقعد بقى ايه؟ انا اقعد ايه؟ ايه 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 يا ولا دي؟ خمسة 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 تسعة 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 دي اللي فاضية. ماشي كنت هتكسب ستريت. لا يا زميلي احنا ما فيش حاجة اسمها عندنا كنت، احنا خدنا القرار ان احنا فولد الجيم ده. وطالما احنا فولد مش هنقعد نقول اصل كنا هنكسب، اصل يا ريتني لعبت. ما انا قاعد بلعب بقالي ساعة كسبت ما كسبتش. اديني معايا دلوقتي ايه مثلا؟ معايا 2 و4 ده لو ستريت، والاثنين دايموند ادي كده معانا نوع من الفلاش. طيب معانا الايس والكوين، الاثنين هاي ستريت تمام، والاثنين بلاك كلوفر، فده نوع فلاش تاني. فانا ممكن اكسب ستريت بالايس والكوين، وممكن اكسب ستريت بالاثنين والاربعه، ممكن اكسب فلاش بالايس وكوين، ممكن اكسب فلاش بالاثنين والاربعه. تمام كده ظبطت معايا فين؟ في الايس والكوين. ونحب نقول مبروك لاخونا الديش. دي ميزة رومان نفس دي، تشانسز كتير تديك فرص كتير تمام، بس في عيب ان هي زي ما هي بتديك هي بتدي اللي قدامك، فانت هنا بتلعب اكنك بتلعب بقى اكونتين قصاد 18 اكونت، اللي هو انت منهم اتنين فلا قصاد 16 اكونت. انت قدامك 8 8 لكل واحد معاه برضه تو بير، اللي هو ورقتين لكل نوع، فاكنه بيلعب اكونتين. فده عيب وميزه الامها في نفس الوقت. هي ليه ما 10 كلها خمسات يعني غير التسعه دي؟ الكومنت بتاعك ظاهر يا محمد ابو منصور اهو. فين ال في 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 ده انا وبابلو ده؟ بس بقول لك غالبا في السعوديه محتاج احمل اللعبه مش بتشتغل، ودخلت على جوجل وبلا ونزلت البرنامج الفي بي ان مش بيحمل برضه، هي اتلغت من على الفون. لا هي موجوده على الفون عادي ما اتلغتش ولا اي حاجه، هي ممكن الفي بي ان اللي عندك مش اكيوريت شويه، مش ظابط مش شغال فاهم. حبيبي حازم والله اكيد يا محمد لازم نعرف احنا بنلعب بايه يا زميلي وبنكسب بايه يعني نكول.
ده بيرمي عشوائي بقى، بيرمي على اي كروت وخلاص. مش واخده الشغله دي كده، مش جاي، مش جاي. اوكي، وكله من على الترابيزه. هتعمل نزلتها انا في ليبيا. والله هو انت لو معاك في بي ان كويس هيحملها لك عادي. هي القصه كلها في الفي بي ان. ما احبش هيك انا، ايك والله ما عم ياكل، فاهم؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هننزل ترابيزة ام 15 وننقي ترابيزة 9 كراسي. ويت، انا معايا كام؟ 13 بس. في اكواد النهارده؟ تصدق نسيت اقرا الاكواد. استنى كده، مفيش اكواد. لا، ملف صحراء، صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء. بعد بكره. اوكي، لا معيش اكواد النهارده كده بصراحه، فادعوا ان انا اكسب بقى. والله في لوت سبوت شيلد، في اكسبريس، بس اكسبريس ده مدفوع يعني، ده اللي بنشتغل بيه، بس هو مدفوع. حملتها من على اي بي كي بيور. ممكن تحمل الاي بي كي بس مش عارف يحصل فيه مشاكل ولا لا. طبعا البلاي ستور موف ريفايد يعني، بس ممكن تحملها من تجيب الاي بي كي نفسه. طب يا جماعه، قبل ما نتكلم على الاكواد، وقبل ما نتكلم على الجوائز، وقبل ما نتكلم على التوزيع، محتاجين هنعمل حبه شير، صح ولا ايه؟ يعني احنا من باب اولى هنعمل الشير، وبعد كده هنسأل على الجوائز، صح ولا ايه؟ ولا ايه؟ مفيش في اليونان ولا ايه؟ ايجيبسيان، ايجيبسيان بتوغ بتوغ. طيب معانا 13 مليون. would we like take another 5؟ عملت اكتر من 30 شير. عايش عليك والله، عايش عليك. اوكي 15، هي ليه الترابيزات ام 9 دايما يعني اكشلي هي فولت؟ تمام، ده سيرفر ميركري، سيرفر ميركري. اوكي، ان هنا هن دبل كيت، وهنا هن سبليت، وهنا هن اوتو. نصكم دو سوري. اوكي، المليار على كام دلوقتي؟ المليار النهارده عامل 3250 يا جدعان. المليار بقى ب 3250. ليه دنيا الواحد بيا والناس شايفاه؟ ليه دنيا الواحد والناس شايفاه؟ is that true? we might give it a test. معانا 9 وكينج. انت مش بتوعني منك، بس ده مش باين على الشاشة. مش فاهمك يا جزار. اللي ملوش قلب يا جدعان ملوش رزق. معانا 9 وكينج، الاتنين دول يتلعب بيهم بلاك كلوفر زي السلام عليكم كده، حتة فلوس. الاس والكينج دول يجيبوا معانا ستريت، 6 و9 ستريت، بس ستريت واطي، فما اظنش ان هو هياكل معانا بالذات في امها. فهنا هنعتمد يا اما على الستريت العالي بتاع الكينج والايس، يا اما على الفلاش بتاع 9 والكينج،
يا اما على الستريم بتاع 6 ساعات اللي قلنا مش هيجي معانا خالص، يعني قلنا ده اقل حاجه هتيجي وده مستحيل وده مش عارفة ايه، ويوضع سرعه في اضعف خلقه زيني سره في اضعف خلقه ويكسبك بال6 وال9 اللي انت تنمرت عليهم وقلت انك مش هتكسب بيهم تكسب بيهم، يعني لا تخرق الكون سبحان الله. هنلعب ولا ايه؟ ده سؤال برضو. You are enjoying Concord Demo, please take a moment to share a review. Rate 5 star for a community lottery chance. ده بيقول لك انك مبسوط يعني بكونكر دومينو. خد من وقتك لحظه كده وتخش تعمل شير ريفيو بتاعك وتريت 5 ستار على الكوميونتي ده عشان تاخد لوتري تشانس. هو اوكي بس انا مش عايز لوتري تشانس. المفروض تدوس كونفيرم يا جماعه تروح تعمل ريت 5 ستار، بس انا عشان ايميليتور فده هيكعبل لي الدنيا شويه، دخلنا على الايميل وبتاع وحوارات كده. انزل يا ابو احمد الله يهدك. انا بيه ابن بيه ابن بيه ابن بيه جو تو مامي جو جو جو. اي سوري سوري هلا جو 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 جو. احنا وصلنا لكام؟ 7. طب ده كلام النبي. يلا بينا هنوزع ولا ايه؟ بس هنوزع دي هنتكلم بقالب لما نوصل للشركة ده، يعني احنا ولا 50 لايك ولا 500 شير، هنوزع لمين وامتى وفين وازاي؟ يا ريت يا جماعة نجيب الشيرات عشان نعرف نوزع. انا مش هوزع بالمنظر ده. اوكي بالظبط، هنوزع على الناس اللي عملت شير. طب امتى هنوزع على الناس اللي عملت شير؟ لما نوصل ايه؟ طيب هنيجي نلعب تاني. اماها عجبتني الشغلانة. أكبر دور كسبته 500 مليون 600 مليون. ما آخر ترابيزة قعدت عليها كانت 50 100 مليون. أعلى ترابيزة قعدت عليها كانت 100 مليون. نقي بس ترابيزة 9 كراسي لأن أنا مبيجيش معايا حوار الخمسة ده. جماعة أنا هسحب من الناس اللي عملت شير فقط لا غير، عشان بس ايه الحوار ده ما بياكلش عيش. صبح احمد خالد. بص في واحد هياخدها فلاش طرش دلوقتي، دي فلاش متعة. مش بقول لك انا خدها بالـ8 والكينج انت كده على طرف المعلقة، فاهم؟ ده جيم مش لذيذ بالمرة. ستريت بال 10 والجاك وستريت بال2 والخمسة، بس في فلاش بال10 والخمسة. طب ما تيجي نروح معاهم. تعال نروح. يا ترى الـ2 والـ5 هيعملوا معانا زي الـ6 والـ9 ويغفلونا وياخدوا الجيم، ولا هيحطونا دلوقتي في محط الهواء وتنزل فردة كوين كده؟ الفلاش باظ كده، مفيش أي أمل لأي حد ياخدها فلاش. حلو الكلام. لو في حد معاه دبل دلوقتي هو اللي هيقضي. لو في حد معاه دبل 8 أو دبل كينج أو دبل، أنا معايا 2 بير، باظت كده خالص كده. بس فيها فلاش، فيها فلاش، فيها حاجة حلوة، فيها حد هياخد اخدة حلوة، فيها حد معاه فردة ايس. هاي شو اقول لك انا، فيها فلاش باظت كده كده، باظت باظت خالص يا زميلي. الشغلة ايطا وباظت حرب الشاطئ.
لو يتكتروا بعمل ظابط. بيو بيو صوته لامي. يلا بينا، عملنا شير كتير كتير كتير. طيب بص، احنا هنسحبه ايه؟ هنسحبه 17 مليون. حلو، ما احنا هنكمل، ما فيهاش توزيع، لان شكلهم مش هيجيبوا الشيرات يعني. تعالى نشوف التلوث دي. جواز الأرقام كل واحد ده على حسب حمادة، ممكن نوزع 5 مليون، ممكن نوزع 3 مليون، ممكن نوزع 2 مليون، على حسب عملنا قد إيه أكتيفيتي وعلى حسب كسبنا قد إيه. مش بتخبط على الكيبورد النهاردة؟ عشان شغال على اللاب والله، عشان شغال على اللاب. لو شغال على الكيبورد هتلاقيني بخبط عادي. أكشلي مش عارف بخبط، هو الكيبورد بيخبط لوحده. البويز دي يعني، انت عارف، انت لو كانت الاس دي كانت بلاك كلوفر كانت عجبني. هو مفيش اكواد النهارده يا احمد جمال. سيبت شحن ازاي؟ عامه هي مش شحن على الموقع، هبعت لك اللينك اللي بيشحن عليه. الفلاح حسني، والله انت اسمك على مسمى. معانا جوز تلاتات، جوز تلاتات، ومعانا اتنين بلاك كلوفر، ومعانا اتنين وتلاتة يعني، معانا وان بير. بس طبعا الجاك ده هنبيرله ونشربه ميته دلوقتي. انت صدعت بقى حازم. انا فول هاوس دي، المتاعة دي، المتاعة دي جاية من المتعة يعني، فاهم؟ أحا بوظني خالص. أصل كده إيه يا عم دورك إيه بس؟ زدت فردة كينج في الآخر، بوظت الجيم. يا نهار أبيض. كسبنا 500 ألف. تصفيق يا شباب، بقول لك نازل لي انا فول هاوس من اول الجيم. على الصعيد الاخر هو بيلعب على فردة كينج، مستني فردة كينج، جت فردة كينج في الاخر. طيب انا اعمل ايه بقى في حاجه زي كده؟ ده يعني خارج عن ارادتي خالص. طب يا جدعان هنلعبوا شويه دومينو لحد ما نخلصوا الشير، لان شكلها كده ما فيهاش شيرات، وشكلها كده مش هيبقى فيها توزيع اصلا، مع ان انا معايا مليون كاسبها. فكنت نوزع، كان معايا 33 وحطيت 50 يعني 83، معايا فوق 80 دول بتاع 50، فعايزين نوزعه. فنلعب دومينوز. مؤمن محمد، هي دي فعلا المقولة الوحيدة اللي البودراجية او الناس اللي بتلعب بوكر صدقت فيها، انك السم اخر كارت. والله تحس انه فعلا بيبقى دور ويرد شويتين. هنشوف مين اللي شير، هنوزع على الناس اللي شيرت، ولكن لما نوصل للعدد، انا قبل ال 500 شير مش هبص اصلا على الشير، يعني بالنسبه لي اصلا مفيش حد عمل شير. بتدوس على كلمة مشاركة اللي تحت بس، just like that. مساء الفل عليك يا محمد اكوعمان، انت معكش اربعة ان شاء الله يعني، ان شاء الله مش هيلعب على الجوار. اخويا اخويا بنضمن يا جدعان في الدرج بالمنظر اللي انتوا شايفه ده.
طبعا لو معاه فرد الجار دلوقتي هتلاقيه بيتقهر، معاه جار الدو قاعد بيعيط دلوقتي، انا ازاي ما قلتلوش الدرج، انا ازاي ما قلتلوش الدرج. بعد ما تعمل شير انا بخش اشوف مين الناس اللي عملت شير، بحطها كلها مع بعض في ليه ليه معيش فردة ليه؟ دوت ايفن ثينجل، مفيش حاجة جاية علينا ولا مفيش حاجة تفتيجي عليك يا زلمة. تعالى بقى في السيك صلي على الشيش. اح ده معاه سات، هو في ايه؟ طب وسط الحكمة فشخ. اكشلي معيش برضو دوات، في بره 3 دوات، في بره 3 شيشات. تعالى نلعب على الشيش ده ليه بقى؟ ان انا عايز الابيض يا ابيض. لا مش شير على البروفايل، انا عايز شير في جروبات بوكر، شير في جروبات للبوكر. ايه القرف ده؟ ايوه ما قلتش الدش يا عم. تمام انا معاك جوهر وانا معاك شيش، والاتنين فاضيين كل واحده فيهم فرده واحده، فرده واحده قفلتها قفلها 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 قفلها. ماشي يا عم ماشي يا عم، اللي انت عايزه اللي انت عاوزه اللي انت عاوزه. مؤمن عمل شير في الجروب. طيب راس كبير يا جماعة، قلنا بنشيرش لايف البوكر في الجروب. ايه ده بقى؟ تعالى ده انت هتعمل حفلة دوهات دلوقتي. تعالى ده هو نفس الولا صح، شيفت 022. يعني ايه بتقفل الساعة كام بالواتساب وبنقفل اللايف؟ اديله بنج الدو ده، احنا هنشخ عليك دلوقتي للصبح ان شاء الله، مش هنجيب الدبارة دلوقتي عشان مش وقتها. حلو حلو، الخوف كله ان احنا نموت الدبارة ونسحبها. اللايف فاضل نص ساعة، مش لسه بقول لك انا نموت الدبارة ونسحبها؟ لسه بقول لك احنا عايزين كده ندعبسه على قفله، عايزين ندعبسه على قفله. الواد ده معاه الدبش، فانا هرمي له دي هيرمي الدبش، فرميت له دي هيموت للدوش. بقول لك ازاي اعمل، يعني اعمل في جروب، انا بتكلم على اللايف اللي فايز، وش بالك انا بتكلم في حاجه تانية خالص. ما تخلص ارمي الدبش. جوهر الابيض على الارض هو هيموت الدوش، لو فرد الشيش انا لعبتها هو هيموت الدوش. هو هيجي دلوقتي بياك ايه، بياك السي، اديله سي هينزل بالشيش هيموت الدوش بشيش الابيض، هيقفلها بشيش الابيض وطبعا الدوش والدبارة ماتوا. العب بوكر انت، فين يا عبد الله انت اصلا؟ لسه جاي يا زميلي، اعمل شير يا صاحبي عشان نروح نلعب بوكر. ليه جاي انت؟ تعالى تاني. هو بس الواد ده جه عشان شكلنا بقى وحش كده، كنت مع الراس والله يا عم. هو في ايه برضو؟ اقطع البنج على حبيبي يا اخو، حبيبي يا اخو. طب تعالى كده في الشيش، حلو الشيش بيضايقه. تديله في السي ولا تديله في الشيش برضه؟ تعالى في الشيش برضه. هو جيرو ملامح ان هو دوري ان هو يطلع بره هيسحب هيجيب كروت ديلي بيها. بقول لك انا بعته يجيب الدش، ما راحش جاب الدش ومسك الدوهات، ده جيم فقر. هنلعب بكره خلاص، اتفضل اسكت. احنا مش كنا بطلنا الدومنه دي نلعبها ليه؟
ترن ترن تريرن. هو مع ايه؟ مع بنج الابيض ومعاه البلاطه. طيب هو مع بنج الابيض قلنا والبلاطه، فاحنا هنعمل كده حلو، فهنروح نازلين كده، هو هياخد مننا الدش في الاخر ونقول له هابي نيو يير، تقفل على الدش. هو يا دوبك هياخد الدش، يا دوبك هياخد الدش، يا دوبك. يا عم نظبطوا الناس كلها دلوقتي، ولكن عايزين ايه؟ نوصل 500 او 50 لايك. بس اديني فيلد دلوقتي، بس اديني فيلد. Actually it worked. نت اني دي مزيكا. الحمد لله على السلامة كلان. الرجالة مفيش تفاعل خالص، الرجالة على البويز. ازاي يعني صوي؟ انت اسمك صوي ولا الشاذلي؟ نو نو نو، خش كريزي. ممكن انا اخش كريزي. معانا امبير بالستة، معانا ستريت بالسبعة والتسعة، معانا ستريت بالستة والسبعة، ومعانا دايموند بالستة والسبعة. طيب اوبس سوري. ادي له اول ان، ما بنزعلوش على قفله. شغلني معاك. الشاذلي طبعا لازم شغلك معايا. يا سلام. فرد التسعة باظت، باظت خالص خالص خالص. ماشي، مش مشكلة. انت عايز لك الاربعة؟ مثلا طيب بص للجانب المشرق، لسه فاضل معانا 36 مليون فوق المية أصلا. معلش أنا بقيت أحسن دلوقتي يا عبد يعني. شاكرين جدا جدا جدا. نلعب كريزي شوية، وجهة نظر تحترم. نلعب كريزي شوية. تعالى يا عم العب معايا يا عم. ده يا أسواني الكومنت بتاعك مش بيظهر، ده أول كومنت ليك.
8 وجاك، ما نلعبش على 8 وجاك، ما بنلعبش على 8 وجاك. لا مش نسخ الرابط يا اسواني، مش كده. الشير بتدوس على كلمة مشاركة اللي تحت وبتعمل مشاركة وتختار الجروب اللي تبعك في اللي انت مشترك فيه يعني، وتبع كونكر، وتكتب تاني 8 وجاك. هو في ايه؟ افهم يا حمادة اللي انت عايزه يا صاحبي. في جوائز على الشير اهو، في جوائز على الشير. هنبدأ نسحب، بس نختاره جيم ونلعبه عليه دلوقتي، وبعد كده نبدأ نسحب من الشير. جماعة اللي هيلحق يعمل شير هيعمل شير دلوقتي، ان انا اسحب الشير بعد الجيم ده. إيس وكينج، إيس وكينج. كان الجيم على ايه بقى؟ الجيم راح فول دوست. هلعب بالتسعة وشيك، أنا رديت. هلعب بالتسعة وشيك، سبحان الله، سبحان الله والله. سميت شير، اوكي. نشوف يا جماعة الشير كله دلوقتي، هنشوف الشير كله. نفتح بس الويل ونبدأ. مين هيكسب يا ترى؟ نمسح الأسامي القديمة ونيجي نعد هنا من الأول. هناخد مؤمن محمد.
مؤمن محمد، اسلام فروج، الجزار هيمو. محمد احمد، هنقف عند محمد احمد لحظة، بعد كده ماشي، قلنا محمد احمد الجزار هيمو، اما فرج خدنا اسمه محمد شباكة، مين تاني؟ ابراهيم عبد الناصر، صلاح محمد، عبد الله محمد، محمود الكيلاني، خدنا كيلاني خدنا كيلاني، ماشي. تعالى بلال شريف جماعة، بس اللي سمع اسمه دوت هو دخل في الويل، فيا ريت اللي سمع اسمه يكون جاهز ومحضر ال اي دي. هاني عبده كان بخيل شوية بس عمل شير، خلاص خلاص. دي يا جماعة الناس اللي عاملة شير معانا، الويل ونبدأ نسحب الأسامي. دول يا جماعة 11 اسم، الناس اللي عملت شير معانا اللي أساميهم موجودة هنا. زياد رمضان لسه عامل شير حالا تمام من فيو سكند، بس أنت ما كنتش معانا طول اللايف أصلا، فتمام احنا نقيس عليك. كلمة يا صاحبي، يا صاحبي ما أنا حمادة، أنا أنت اسمك مش موجود أصلا، بس أنا هحط اسمك بالحب كده عشان أنت كنت أكتف. واستنى يا عم أنا عامل شير والله، وعماد أنت برضو اسمك مش موجود، فليه طيب؟ سيس انت لسه جاي، انا زياد انت لسه جاي، انت مومس يا، وانت امك شرموطة يا، في الصف جنب صحابك يا اسطى. انا عامل والله اكتر من 5 شيرات، ما ظهرش منهم حاجة، والناس اللي عاملة فيو سكند جوه والله في خلص. انت راح تعمل شير لمين النهاردة؟ انت مش فاهم فكرة الشير دي عبارة عن ايه. خلاص طب ايه اسمك موجود يا قلبي، وانت اسمك موجود، يلا بينا كده. معانا 13 واحد، هنختار منهم 5، كل واحد هبعت له 5 مليون. تمام. لحظة بس عشان نشوف الزبون ده عايز ايه. خلاص احنا معانا 13 اسم، دول هنبدأ نلف الويل and let's see who the first winner with us today. برام 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 برام، كيلاني ده ولا عبد الله؟ ده محمود امام كيلاني. انت لسه جاي يا زميلي كيلاني. بكسر والله. كلاني ابعت مسج، تمام ابعت الاي دي بتاعك كلاني،
اوكي ده الاي دي بتاع كلالي. فين اللعبة؟ بعت لك كلاني 5 مليون. خلصة. اللي بعده محمد أحمد. أنهي محمد أحمد؟ مين محمد أحمد؟ مليون صاحبي واتقسمتهم. لا انا عايز بس محمد احمد يمكن برد بس على الناس دي. محمد احمد تمام. الاي دي هو محمد يا عم. لا ما بظلمش حد، ما فيهاش ظلم. اكيد في سبيس زيادة. محمد احمد بعتلك 5 مليون يا زميلي. تمام تمام يلا بينا. محمد عماد فينك يا حمو عماد؟ محمد عماد، محمد ايكو عماد شال اسم كوبا، محمد عماد فقط. فين محمد عماد؟ محمد عماد انت اوفلاين عادل. ده عبارة عن ان احنا الناس اللي عملت معانا شير ولايك وكانت متفاعلة معانا في اللايف بناخد اساميها وبنحطها في عجلة كده وبنلف العجلة وبنكسب كل واحد 5 مليون، 3 مليون، كود ب5 مليون على حسب اليوم ماشي ازاي. انا ده كسبان فوزعت 5 مليون على 5 تنفور. ايه المشكله؟ ممكن نوزع مثلا 5 مليون على 10 تنفور، ممكن نوزع 3 مليون على 10 تنفور وهكذا، برضه نفس المنطق. فاهم قصدي؟ اوكي تمام كده. احنا بعتنا لحمو عماد. نكمل لف. صاح محمد، صلاح محمد. فكرني تاني كده مين صلاح محمد؟ بس عايز تاني معاك كل حاجة في الآخر. حبيبة محمد والله انت راجل محترم وان شاء الله تكسب. الكومنت ظاهرة مني. صلاح محمد يلا بينا يا صلاح محمد. كده 1 2 3 4. فاضل معانا اسم، فاضل معانا اسم. هل
هنشوف مين اخر واحد كسبان معانا النهارده، هو وحظه. ترى مين اللي كسبان معانا؟ مؤمن محمد. يا ترى مؤمن محمد فين؟ يا ترى مؤمن محمد فين؟ رد يا مؤمن. مؤمن محمد بعت الاي دي اوف لاين. يا مؤمن افتح افتح اللعبة. انت اوف لاين يا مؤمن. فين الاكونت اهو؟ تمام كده مؤمن بعت لك ال5 مليون، وكده وزعنا 5 على 5، 2 3 4 5، شوف فيس شوف تريون شوف اون لايتنج لايتنج. تمام فكده وزعنا يا جماعة 25 مليون على 5 ناس او اكتر، 5 او ال5 اللي عملوا شير وطلعوا معانا في الويل. لا كمل ايكو ساوند. طيب فنحب نقول لكل الناس اللي كسبت الف مبروك، والناس اللي ما كسبتش تفاعلوا معانا اكتر في اللايفات الجايه علشان تكسب معانا. تمام اشوفكم على خير وتصبحوا على خير. كل سنه وانتم طيبين.